في المهرجان في الافتتاح، وكنا على الريد كاربت، واحنا داخلين الريد كاربت فوجئنا بالمجموعه اللي هي مؤيدي رابعه بالاشارات الثابته بالاصابع بتاعتها، برضو يتعرضوا لنا بهتافات معادية للشعب المصري والجيش المصري والشرطة والانقلاب وثورة 30 وكده. فضلنا ساكتين، بدأت أنا استفز من شتيمة الجيش المصري والفريق عبد الفتاح السيسي وشتيمة الثورة وشتيمة الشعب، فهم عمالين يعملوا الإشارات بتاعت كده، فقمت أنا عاملة لهم كده، ففضلت واقفة وهم يعملوا الإشارة دي، فبدأوا يردوا بإشارات بذيئة، طبعا هم تاريخهم في الصوابع معروف يعني. فبدوا يردوا بإشارات بذيئة. تاني يوم لقيناهم جايين لنا على أوتيل الدوق، معرفناش نخرج، كلموا الشرطة جت خرجتنا من باب جانبي بالليل في افتتاح فيلم محمد أمين فبراير الأسود. برضه احنا داخلين لقيناهم موجودين، وبدوا بقى يتحرشوا بيا أنا ويشتموني، ولحسي البيادة العسكرية، ويسقط كل كلاب العسكر والشتايم بقى وإهانات. فقمت أنا رديت بس وأنا داخلة إنه يسقط المرشد، جديها خشي وحطي سنك وأبوك وإلا وحاجات كده. دخلنا بدوا يخبطوا على الباب ويرزعوه، طبعا الشباب اللي كانوا معانا بدوا يبقوا بيدافعوا عني، فهم عايزين يشتبكوا معاهم. دخلنا جوه السينما، قفلوا علينا الباب، عايزين يكسروا الباب علينا من بره ويدخلوا يعني، اعتدوا علينا. كلمنا الشرطة وكلمنا السفير المصري، وبدت الأحداث بقى تتصاعد، وخدنا قرار أحمد عاطف ومحمد أمين وأنا وفرقة نايل سيتي إن إحنا نايل سينما إن إحنا نغادر المهرجان، أولاً لعدم وجود أمن لينا، ثانياً للإهانات اللي توجهت لينا والإهانات اللي توجهت للجيش.